السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. اليوم معايا درس جديد، وتنقول لكم البنات سمحوا لي على التأخير، انا تأخرت عليكم شوية. هادي شحال ما رميت حتى شي فيديو ديال التعلم، واليوم انا جيت ندير معكم هاد الدرس. هانتوما كيف تشوفوا عندي هنايا الجوزة صغيرة، فتحت بواحد الجوزة كبيرة، ها هي انتما كيف تشوفوا. وغادي نبدا نوريكم، هذه تتسمى الاكس والجوزه الصغيره. كي اللي تيقولها اللوايه، انتما شوفوا كي جات هنا. انا غادي نبدا معكم، بسم الله على بركه الله. غادي نبدا بعدا هنايا غندير واحد السطر باش ندير الجوزه ديالي. هيا تنشدو هنا في التوب، تنعودو نرجعو. واحد، جوج، ثلاثة. غادي نديرو واحد العوينة هنايا، هيا تنقزو وحدة ونخدمو في وحدة. خدموها واحد، جوج، ثلاثة. انتم البنات ها واحد هنا، جوج، ثلاثة. دابا غادي نجيو نعمرو هنايا، نديرو جوج غريزات. هادي جوزة صغيرة، ها هي، ونعاودو نشدو هنا. ها انتم البنات شدوها، واحد ها، واحد، جوج، ها، ثلاثة. باش غيجينا مربع فيه أربعة، واحد، جوج، ثلاثة، ها، أربعة. دابا غادي نشد هنا فهاد، ها نتوما كيف تتشوفو البنات معنا، نعاود باش تفهموني كتر. تنشدو هنا فهاد الغريزة هادي. هكا ونعاودو نشدو هنا. شتو؟ ونجيو ونديرو هنا، هاهي واحد الغريزة عندي هنا. نعاود نقز وحدة. دائما من تنبغيو نديرو شي تقيبة ضروري تنديرو هاد التقيبات ديال الغراز ديال الكوزة، تنخليوها وتنمشيو. هانتوما تنقزو وحدة، وملي ترجعو تنعمروها بجوج غريزات. دابا حنا حاجتنا بهاد الكوزة يكونوا فيها أربعة إن شاء الله. هنا تنوريكم البنات، ها هي غادي نعمرها هنا بجوج. ها واحد، ها جوج، ها هي. هانتوما البنات تشوفوا، غادي نعاود نشد هنا. دابا عندي انا هاد الخيط صافي تقاد ليا، غادي نضرب هنا فهاد الخدمه اللي عندي هنا كيف تشوفوا معايا. وغادي نجي غادي نخدم عليه واحد الخدمه هكا، وغادي نوصل لهادي وغادي نعقدو. هانتوما كيف تشوفو غنطلقو، ها نطلقتو. انا غنخدم عليه وما غيكون حتى مشكل ان شاء الله، لان هادشي غيتزوق ما تيبانش هاديك الغلط ديال الخيط، حيت تكون غادي يتزوق، حيت تكون البياسه تتزوق، ما تيكونش عندنا مشكل واخا تنخدمو على الخيط هكا. بصح الا كنتي غتخدميها مسرحه، تديري اطونسيو ضروري تردي بالك مع هذا الخيط، تحسي به قرب يكمل تتقلعيه. واني حنا هذه الخدمه هذه ضروري
تيتقطع لك الخيط في الوسط، لان انتما هاد الاكس هادي صعيب باش تخدمي بلا ما يتقطع لك الخيط، ضروري تيكون عندك داك المشكل نتاع تخدمي وتخلي الخيط. حنا بحيت غنزوقوها ماشي مشكل. ها انتما البنات كيف تشوفوا معايا، هنايا ضربت في الثوب، والثوب راه شويه بحال تيمازي. انتما السيده اللي خداتو جاي كاع من الحج، ما عرفتش علاش ما صدقش ليها زوين، خلاص ما بلي انا بحال من تضربي فيه البره بحال تيتحل. انتما شوفوا ضرباتو كي دايرين، انتما كله بحال بغى يتسل ولا ما نعرف، هو ما تيتسلش غير هو النت. انا غير تنقول لكم باش من الاحسن الانسان ما يشريش شي ثوب بحال هكا، يرد باله باش تكوني تتشري الثوب ردي البال شنو شريتي. انتما البنات دابا بقات ليا غريزه هنايا، غادي نضرب في هادي باش نعاود نرجع نغلق الكوزه ديالي. ها انتما دائما تنضربوا في هذا الوسط ديال هاد جوج غريزات اللي كنا عمرنا بهم ديك الخويه، ودابا غنعاود نرجع في الثوب. وسمحوا لي البنات الا كنت نزرب، انا من طبعي اصلا تنهضر بالزربه. ها انتما البنات تنتمنى يكون مفهوم. هانتوما شوفوا مزيان ها الكوزه ديالي، هانتوما كيف قلت لكم تنضربوا في الثوب، تنضربوا في الخدمه. دابا غادي نبداو نغلقوا المربع ديالنا، الكوزه ديالنا تنغلقوها. ها انتم البنات ها انتم نشدو هنا عاود تنقزوا وحده ونضربوا، تنبداو نغلقوا المربع ديالنا باش تسمى الكوزه. هاد الخيط هانتوما كيف شفتو انا خدمت عليه خرجتو لهنا، هنا دابا تنخدم عليه، غنزيد نخدم عليه غير واحد شويه ونقطعو باش ما يبقاش باين. ومن الاحسن الانسان يخدم ويقطع، ما يبقاش يخلي داك الخيوط بزاف حتى يجي يفيني البياسات يوحل فيهم. انا دائما تنخدم وتنفيني، من تنكمل البياسه ديالي تلقى غير شي فينيسيو ساهل اللي فيها، لان الروندا اصلا ما تحتاجش داك الفينيسيو اللي تجلسي تنقي فيها، خاصك تخدمي وتنقي. والفينيسيو ديال الروندا البنات هو هذا، هو هاد البلاصه هذيك خاصها تكون خدمتها نقيه. او كيف قلت لكم اللي تتكون مثلا المسرح تتكون خدمه مسرحه، غادي نزوقها بشي حاجه اللي خفيفه، كيخص ضروري الخيط تمشي به في الثوب. فهمتوني كيفاش؟ يعني ملي نكمل بهذا الخيط ندخلو هنا ونمشي به، ما نخدمش عليه كيف وريتكم انا دابا. انا وريتكم لان عندي هاد الخدمه بحال هكا ضروري تيشيطنا الخيوط، لان نتوما كل حاجه مخدومه بوحدها ضروري تيشيطوا الخيوط. ها نتوما البنات ودابا غادي نوريكم كيفاش ملي غنكمل هاد الكوزه ديالي كيفاش غادي ندير هاد الاكس، تتسمى الاكس كاين اللي تيقولها اللوايه، اني دايره ماشي هي اللوايه، اللوايه هي من تتخدمي هادو تتقلبيهم، واني انا سمعت شي ناس يقولوا اللوايه. انتما هي تتسمى الاكس، وكاين اللي تيقول لها الخيوط العكسيين. انتما البنات فين غلقت الكوزه ديالي، انا تنغلقها دابا. ها
انتما البنات، انا دابا وصلت لاخر مرحله في هذه الكوزه، هي الاغلاق ديال الكوزه. بنينا من الناس ماما بنينا. لا ها انتما، لا ها انتما. دابا ملي وصلت لهاد المرحله غادي نشد خلاص هنا في الثوب، وانا غادي نقول لكم واحد القضيه البنات، حيت وصلتوا لهاد المرحله وبغيتوا تبداو هادي غتبدلوا هاد الخيط. انا دابا عندي هاد الخيط، بلاتي بعدا غادي نمشي ونجي واحد المره. هي من تتوصلوا للمرحله هادي ديال هنا، انا غنوريكم اش غديروا. غتقلعوا الخيط، الخيط هذا غتحيدوه، غادي نخدمو بواحد الخيط يكون طويل اللي غيطلع لنا واحد السميطه. هانتوما كيف تشوفوا البنات معايا هكا هكا. هانتوما انا كملت، دابا غادي ندفنوه هنايا، انا غادي ندفنوه كيف تشوفوا معايا. دابا غادي ندير واحد الخيط نقي، خيط غيكون طويل. انتما البنات دابا غادي انا درت واحد جوج ها ثلاثه. انتما البنات دابا غادي نخدم هادو بواحد، هاد السطر غنخدمو بوحدو. انتما البنات انا عندي هاد الخيط شويه ما زوينش، كيف قلت لكم ملي تيكون شي خيط مشنتف تنديروا ليه البريكه. راني فايته قلتها لكم مره اخرى، دابا تنسالي وغندوز عليه البريكه باش ما يبقاش هاد التخربيش هكا كيف تتشوفوا هنا. غادي نقادو ان شاء الله بالبريكه. ها انتما تنبقى نطلع ونهبط، ها انتما تنصايب هاد، تنخدم غير هذا بوحدو. هاد شفتوا معايا، انا تنخدم غير هاد السطر بوحدو، هو هذا شفتوا هنايا. كيف شفتوا هاد الاكس هنا، غادي نخدم هاد السطر، غادي ندير فيه واحد 14 ضربه. انا نوريكم 14 كيفاش تنحسبوها. ها انتما البنات، ومازال البنات واحد البنت قالت لي كيفاش ديري الكوزه. انا عندي واحد البياسه ان شاء الله غنبداها السيمانه الاخرى الكوزه، وغادي نوريكم كيفاش تخدم الكوزه من الاول ان شاء الله. السيمانه الجايه غادي ندير معكم هاد الدرس نتاع الكوزه من الاول كيفاش تبدايها، وغادي نبدا لكم واحد جوج كوزات يكونوا بالعقيق ان شاء الله في واحد البياسه نيت نتاع واحد الكليانه، وغادي نصورهم معكم ان شاء الله باذن الله. هانتوما وسمحوا لنا مره اخرى على الازعاج، سبحان الله العظيم الدراري ملي تتبغي ديري شي حاجه عاد هما تيجيهم الحماس وتيجيهم اللعب. وإني أنا دائما تنتكلم مع البنات بحال الصديقات ديالي بحال خواتاتي، ما تنبقاش نفكر هكاك، تنقول لا جيت نفكر بان الدراري ما يتسمعش حسهم، راه ما يمكنش. واللي متفق معنا يدير لايك. هانتوما البنات انا باقا تنخدم هاد الطليعه ديالي، غادي نطلع بهاد السميطه كيف شفتوا. قلت لكم غندير فيها 14 رغوزه، غنوريكم كيفاش تحسبوها ان شاء الله. ها انتم البنات، واللي مازال ما تابوناش عندنا مرحبا به تابونا عندنا باش دائما يوصلوا الجديد. ها انتم البنات، نكمل لكم هذه ونشرح لكم كيفاش تحسبوها.
انتما البنات انتما تتشوفون غادي نحسب حداش وصلت واش انا قريبه ولا ما زلت. واحد انتما شوفوا منين تنحسب من هذه من هذه الضربه هذه. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود. أنا غير بغيت نوريكم مرة باينة بأنني باق. أنا غادي ندير فيها 14. هانتوما هاهي وهاد الكوزة اللي خدمة أنا هنا راني خدمة فيها تقريبا فيها 20 عين. عشرين تقيبة من سنحسبو يعني 10 من هنا وعشرة من هنا تتسمى 20. وهذه اللي تتشوفو فيها من هنا راه فيها 40 يعني 20 من هنا وعشرين من هنا. هانتوما البنات نعاود نحسب نكمل هذا الصف ونحسب ان شاء الله فين وصلت. واني نقول لكم واحد القضيه راه تتكونوا مطلعين الكوزه هي الاولى هاد الكوزه الوسطانيه هذيك خاصها تكون طالعه هي الاولى باش تشدي فيها. غادي نحسب هنا شحال. واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود عشره 11 12. اذا باقي ما خاصني نكمل. هانتوما قلت لكم غنديروا فيها 14 ان شاء الله باش نمشيو مريقلين. هانتوما ها هي دابا هادي 13 ضربه 13. علاش قلت لكم قبيله كيخص ديري خيط يكون جديد باش تتكملي به تيكملك بحال دابا انا هاد الخيط هو بغى يكمل ليا. هانتوما هو كمل ليا دابا لي تنقضي به كيف شتو. ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نعاود واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة 11 12 13. خصني ضروري نزيد واحد الغريزة. إذا غنزيد خيط واخا أنا هاد الخيط هذا غادي يربجني شوية. وإن نتوما البنات دائما تنصحكم بالنسبة للمبتدئات هاد الخيط هذا ما تحاولوا ما تعرقلوش راسكم به انه شويه صعيب تخدمي عليه هنايا غتبقاي تمشي وتجي عليه وغادي يمرضك. المهم انا بالنسبه لي راني مولفه تنخدم بهذه الطريقه ما عنديش مشكل. هانتوما تتحكموا الخيط ديالكم مزيان. ها هو هنا غاد الغريزه غنربيها هنايا ديال الجنب هي هادي ديال الجنب. دابا غادي نجر هاد الخيط هانتوما شفتوني انا جريتو وغادي نخدم عليه. من الاحسن ما يكونش عندك هذا المشكل من الاحسن. انا دابا وقع لي المشكل تسالى لي الخيط ما عندي ما ندير. ها نتوما دابا وصلت لهنا هذا الخيط كيف تتشوفوا ما غاديش نقيسو. ها هو ها هو شفتوا دابا غادي نضرب هنا كيف شفتوا وغادي نعاود نخدم على هذاك الخيط باش داك الخيط ما يتصرفش للكليانه من تكون تتصبن جلابتها وملي تكون تدير شي حاجه شي امور بسيطه تيقدروا يسربوا الخدمه. حنا ما خصناش الخدمه ديالنا ملي نعطيوها للكليانه تقطع. هانتوما البنات هانتوما البنات كيف شفتوا هنا كملت دابا هاد الخيط. خصني نخدم هادي واحد السميطه هنا عليه وغندخلو في الجهه الاخرى. انا دابا مازال ما خدمتش هادي هاد الكوزه مازال ما خدمتهاش هي اللي خاصها تطلع باش نعطيو الطوع للخدمه هنايا. دابا غادي ندير واحد الخيط من هنا وغادي نبدا نخدم. انا غنوريكم كيفاش.
نطلع غادي نطلع السميطه ديالي الثانيه، غادي نبدا من هنا. انتما كيف تشوفوا انا دخلت الخيط ديالي، غادي نبدا من هنا باش طلع لي السميطه فيها ثلاثه. ها انتما ها الضربه الاولى، ها انتما ها واحد جوج ها ثلاثه. ما غادي نقش نهائيا هاد البلاصه هادي، غادي نخدم. هاد الخدمه دا راه شويه تتعصب بالنسبه لبنادم اللي خاطرو ما واسعش راه ما يقدرش يخدمها. ها انتما كيف تشوفوا انتما شنو الخيوط تتخدمي، وضروري هاد البقايا ديال الخيوط تيشيطولك باش تخدمي بهم مره اخرى، ما يمكنش تقطعيهم حتى الاخر. ها انتما البنات غادي نخدم، غادي نحاول نحيد هذا، ندرقو عليا انا باش ما يبرزطنيش. ها انتما غادي نطلع بهاد السميطه ديالي انتما. ها هو، ونعاود نطلع السميطه ديالي مباشره كيف الاخرى. ها انتما البنات ها هي، ها هي كيف شفتو. غادي نضرب هنا، ها هي طلعو السميطة ديالنا، تنديرو فيها 14 غرزة ان شاء الله. وحيت غادي نبغيو نلصقوها هنا، انا مازال ما خدمتش هاد الجهة، وين غادي نشرح لكم كيفاش باش تكونوا باش يكون الامور واضحه عندكم هنا. وان شاء الله النهار اللي غنبغي نزوقها، راني واحد اليومين ولا ثلاث ايام ان شاء الله عاد غنبدا نزوق ليها، راه غادي نصور الفيديو ديال الزوق وغنوري لكم ان شاء الله، وغادي نعاود نصورها ملي تكمل وغنوريها لكم باش تشوفوا شحال تطلع زوينه. هانتوما البنات تنتمنى نكونوا خفافين على قلبكم، ما يكونش هذا الفيديو طويل، واني هذا الفيديو ضروري يكون طويل لان تشرح ما يمكنش غادي تجي دغيا غادي يفهم الانسان، كيخصك تشرحي وتعاودي باش يلا يرتاح الضمير ديالي. حتى انا انسان، تنتمنى كلشي اللي شافوه بغى يستفد يستفد. هيا انا مازال ما وصلتش لذاك العدد، هي هاد الخدمه راه شويه تتجي واعره في سميتو ديالها، تتبقاي تخميلها بعدا. اصلا انايا هاد البياسه راه فيها الرنده تاع في الكمام، جاية عريضه مولاتها، بغاتها عريضه بزاف، بغات جلابه نيت هماويه. وحنا ضروري ترضيو الكليان. ثم نكمل هاد السميطة وغنوريكم كيفاش. كيخص هاد كيف قلت لكم، خاص هاد الجوزة الوسطانية هي الاولى تخدم. حنا ماشي مشكل، غادي نخدم حتى الراس وغنشرح لكم كيفاش. هانتوما البنات انا قربت نكمل، ها هي. او كيف قلت لكم الا كان شي خيط مش نتف، هانتوما هاد الخيط انا صدق ليا ما زوينش، كله تقريبا تيتشنت.
حيت كل بياسه هكا. شي نهار غادي نوريكم الطريقه ديال البريكه اللي ما فهمهاش. انا كنت قلت لكم في واحد البياسه كنت خدمتها بالعقيق وقلت لكم الا كان الخيط مشنتف تديروا له البريكه. واني انا حيت نكمل هذه البياسه ان شاء الله غنوريكم كيفاش ديروا لها بالبريكه باش ما يكونش داك التشنتف في الخيط. هانتوما انا هاد الطريقه ديال البريكه خديتها على مالين السفيفه. مالين السفيفه حتى تكمل السفيفه ديالهم تيدوزوا لها العافيه باش تبقى دائما داك البريق في السفيفه. واحد النهار مشيت عند مول الحرير وعطاني واحد السفيفه وجبتها مشنتفه وبقيت وانا نسولو قلت له مال هاد السفيفه جايه دايره هكا. ويقول لي راه خاصها العافيه. عاد هو يدوز لها العافيه تما وانا نكتشف هاد القضيه ديال العافيه بانها راه تتحيد هاد المشكل ديال هاد الخيط مشنتف. هانتوما دابا انا وصلت للنهايه ديالي. غنحسب واش مقادي لها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. المهم ما علينا خاصني انا وحده، انا غنكملها من بعد. انا بغيت نشرح لكم كيفاش. هانتوما دابا هادي غادي نكمل بعدا، خاص ضروري تكملي. انا كنت باغي غير نشرح لكم اني من الاحسن نكمل باش ما ندوخكمش. هانتوما ها هي. هانتوما هاد الخيط حيت طويل شوفوا انا يا راني خدمت ها هي. شوفوا حيت طويل هنا كملت كمل لي ديك 14 غرزه اللي قلت لكم ها هي. هانتوما دابا انا هذه هي 14 ياك. دابا هذا حيت غيمشي لهنا شفتوا، هذه غتمشي لهنايا غتشد هنا. هذه ديال هذا الاتجاه تتمشي لهذا الاتجاه وديال هذا الاتجاه تجي لهنا. بما اننا غنديروها في هذا الاتجاه اذا هذا الخيط غادي نخدمو نكملو به الغريزات ديالو. هانتوما ها هو غادي نكملو به. هانتوما البنات ها هي نكملو به كيف شفتو هنايا تقريبا قربت نكمل ها هي. دابا هذا غادي نجي وغادي ندفنو انا من هنا، واني ماشي دابا معليش ندفنو دابا، غادي نخليه حتى نخدم هذا الاتجاه الاخر. هانتوما هانتوما ها الاكس ديالي شفتوها كيف تتجي، شفتو الاكس ديالي كيف تتجي، تتجي هكا. دابا هذا كيخصني نكون خادمه هاد البلاصه هادي باش يمكن ليا نشد فيه. المهم انا اللي بغيت نشرح لكم قبل ما ديري هاد الخطوه هادي تتحسبي هنا ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تنديرو في هادو 14 وتنديرو هنايا تنخليو هاد المسافه فيها 13. غادي تسولوا ريوسكم وغتقولوا علاش ناقصه هنا واحد، لان هاد اللوايه هادي اللي تلويو بحال هكا كيخصها ملا جينا نديروها قد قد هذا غادي تجينا مزيره، غتجي هاد البلاصه هادي مزيره. هذاك الشيء باش حنا تنخليو هادي صغيره على هادي باش تاخذ الراحه ديالها وما تجيناش البياسه مزيره. وهانتوما كيف تتشوفوها البنات ها هي، ها المنظر ديالنا وها الصوره النهائيه كيف شفتو هنا. وتنتمنى يكون عجبكم الفيديو وتبارك الله عليكم.